الاتحاد الأوروبي يعمل على إطلاق استراتيجية موحدة للتصنيع العسكري لدعم أوكرانيا، والتقارير تشير إلى تسارع وتيرة الشحنات العسكرية من كوريا الشمالية إلى روسيا، ودعوات جديدة في الغرب لبدء بحث الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة سواء بالاستحواذ أو الأرباح لدعم أوكرانيا، وموسكو تجدد تحذيرها من الخطوة. وبين استنزاف الذخيرة والعتاد العسكري للطرفين والبحث عن حلول اقتصادية جديدة لتمويل هذا الإنفاق، يتحضر الطرفان لعام ثالث لهذه الحرب دون أفاق لنهايتها بعد. مرحبا بكم إلى رابط. إذن كل من أوروبا وروسيا يبحثان إنعاش الإمدادات العسكرية مع دخول الحرب لعامها الثالث، والتصريحات بشأن استغلال أصول روسيا المجمدة تتصاعد، وعن ذلك نتساءل. إذن كيف تنجح كل من أوروبا وروسيا في تعزيز إمدادات الذخيرة والأسلحة بعد عامين من هذه الحرب، وكيف تؤثر على مسارها في العام الثالث، وكيف ستضغط تكاليف الإنفاق العسكري على الدول الأوروبية، وكيف تستفيد منها أيضا ما إمكانية لجوء الغرب إلى استغلال الأصول الروسية المجمدة؟ إذن أمام البرلمان الأوروبي حثت رئيسة المفوضية الأوروبية على بذل المزيد من الجهد في مجال السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي، واقترحت تسليح أوكرانيا بأرباح الأصول الروسية. فكيف يمكن أن ترد روسيا التي تحرز تقدم على أرض المعركة وسط تراجع للدعم الغربي لحليفتها حليفة الجانب الأوروبي أوكرانيا؟ نتابع التفاصيل. The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown, but they should be prepared for. And that starts with the urgent need to rebuild, replenish, and modernize member states' armed forces. And in doing so, Europe should strive to develop and manufacture the next generation of battle-winning operational capabilities, and to ensure it has sufficient quantity of material and the technological superiority that we may need in the future. That means turbocharging our defense industrial capacity in the next 5 years. إنفاق أكثر وبشكل أفضل من أجل الأوروبيين، هكذا وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية كلماتها للاتحاد الأوروبي فيما يخص الصناعة الدفاعية. فوندرلاين التي ترى أن تعزيز الصناعة الدفاعية لدول الكتلة لن تؤثر على حاجتهم إلى الناتو بل تزيد من تعزيز الحلف، وقفت على المنصة داخل البرلمان الأوروبي تحث الاتحاد الأوروبي على تسليح أوكرانيا بأرباح الأصول الروسية، وهو أمر يتعالى حوله الحادث مؤخراً. وزيرة الخزانة الأمريكية طالبت باستخدامها لمساعدة أوكرانيا، وسبقها رئيس الوزراء البريطاني الذي طالب الغرب بجرأة أكبر بشأن مصادرة الأصول الروسية. تصريحات قوبلت بتحذير روسي يتوعد برد متناسب لأي إجراء كهذا. الاستعداد للحرب رغبة أعلنت عنها فوندرلاين خشية توسع رقعة الصراع، إذ بات الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى في حاجة ملحة لتعزيز ترسانته الدفاعية، خاصة وسط تقدم الروسي في أوكرانيا واحتمالية قدوم ترامب للسلطة مجدداً. وفي وقت تستنزف فيه الحرب الدائرة ذخائر العالم، تقول فوندرلاين إن على الكتلة زيادة إنتاج الذخائر بشكل عاجل. تخفق أوروبا في مد كييف بالذخيرة اللازمة، بينما ترسل كوريا الشمالية ملايين الذخائر إلى روسيا وفق سيول. وبينما يدور الحديث عن ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا عسكرياً بالإمدادات والأسلحة، نأى الجميع بأنفسهم عن تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا. واشنطن وبرلين ولندن والناتو وآخرون رفضوا الأمر جملة وتفصيلاً، تقف كييف بلا دعم عسكري حقيقي دون عتاد أو عديد.
خصوصا وأن أوكرانيا تواجه نقصا كبيرا في الجنود لتخفيف الضغط على القوات المنهكة التي امتدت الجولة القتالية لبعضهم لعامين. والتأثير واضح على خط الجبهة، إذ يواجه الجيش الأوكراني وضعا صعبا مع تأخر وصول المساعدة العسكرية من الحلفاء الغربيين أمام تقدم تحرزه روسيا التي تضغط بقوة أكبر على الجبهتين الجنوبية والشرقية، كان آخره السيطرة على بلدة سيفيريني قرب أفديفكا. وقبل البدء بنقاش هذه الليلة أعود وأذكركم بسؤالي الرابط، كيف تنجح كل من أوروبا وروسيا في تعزيز إمدادات الذخيرة والأسلحة بعد عامين من هذه الحرب، وكيف تؤثر على مسارها في العام الثالث؟ كذلك نتساءل كيف ستضغط تكاليف الإنفاق العسكري على الدول الأوروبية وكيف ستستفيد منها، وما إمكانية لجوء الغرب إلى استغلال الأصول الروسية المجمدة. هذا ما أطرحه على ضيوف الكرام في حلقة هذا المساء من الرابط. أرحب بالجميع من موسكو، ينضم إلي السيد كارل سيميونوف وهو الدبلوماسي السابق والخبير في المجلس الروسي للعلاقات الخارجية، أهلا وسهلا. من لندن السيد نيكولاس ويليامز المسؤول السابق في حلف الناتو، أهلا وسهلا. من باريس الدكتور باسكال ديليما أستاذ الاقتصاد في جامعة ساينس بو باريس، إذا أهلا وسهلا بك. أرحب بالجميع، أبدأ بضيفي من لندن. سيد نيكولاس، أسألك فيما يتعلق بتصريحات فون دير لاين اليوم عندما حثت الاتحاد الأوروبي على بذل المزيد من الجهد بشأن السياسة الدفاعية، بين تصريحات فون دير لاين فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وحضرتك كنت في الناتو ومهمة الناتو في هذه الحرب في أوكرانيا عن بعد حتى الآن، إلى أين تتجه السياسة الدفاعية التي تطرحها أو تتحدث عنها فون دير لاين؟ السياسة الدفاعية تسير ببطء ولكن بثبات نحو الأمام إلى شيء الاتحاد الأوروبي كان يطمح إليه منذ وقت طويل، وهي قدرات دفاعية وسياسات دفاعية مشتركة وفي نهاية المطاف استقلالية دفاعية للاتحاد الأوروبي. ولكن كما قلت الوتيرة بطيئة ولكن ثابتة، وفي ضوء عدم اليقين بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بعودة ترامب المحتملة وتأثير ذلك على أوروبا وعلى الناتو، أعتقد أنها خطوة منطقية للغاية. أسأل بنفس السياق فيما يتعلق ضيفي من باريس، لطالما كان يظل الإنفاق الدفاعي مصدر قلق كبير بالنسبة لحلف الناتو، نعلم بأنه مطلوب من الدول أن تدفع 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب التحالف للناتو من أجل دعم كل هذه المنظومة، بعض الدول تمكنت من وصول 2% من الناتج المحلي، البعض الآخر ما زال يحاول ذلك، بين الضغوط الاقتصادية التي يمر بها الاتحاد الأوروبي كذلك الكثير من دول الناتو وبين مستهدفات الناتج المحلي وبين الدعوة الأوروبية للمزيد من التكثيف من يعني الضخ للاستثمارات العسكرية، كيف يمكن يعني التعامل مع هذه المعادلة؟ بدون شك نعم، هذا سؤال في الصميم، لأن أول نقطة هي المتعلقة بالقيود المرتبطة بالميزانية، لأن الكثير من هذه القيود تحد من الموارد المتوفرة وتؤثر على بقية القطاعات مثل قطاع التعليم والمواصلات والبنية التحتية، وهناك أيضا الضغوط على الموازنة السنوية التي تجبر الحكومات على زيادة الضرائب وما قد يسبب من تقليل شعبيتها، وأيضا مشكلة العلاقات الدولية لأن الدول تشعر بضغوطات دبلوماسية مما يؤدي إلى زيادة التخوف من الدول الأخرى وقد يؤثر على ديناميكيات العلاقات الدولية. كما ذكرتم أيضا بعض الدول تتردد في مشاركة المسؤولية وأيضا المواطنين، لأن المواطنين في نهاية المطاف قد يكون لهم ردة فعل سلبية تجاه الأمر لأنهم قد لا يعتقدون أنها أولوية قومية أو وطنية.
سيد كارل من موسكو، مرحبا بك. تابعنا كما ذكرت فوندرلاين اليوم، وكانت تتحدث عن كما ذكرنا تعزيز السياسة الدفاعية، ولكنها شددت في نفس الوقت على أهمية أن تبني أوروبا استقلالها، وإن كانت تحت مظلة أكبر، ولكن لم تتحدث فقط عن نيتو، تحدثت عن قوة وسياسة استراتيجية دفاعية للاتحاد الأوروبي. الحديث عن استراتيجية طويلة الأمد أو 5 سنوات منذ الآن، كيف تتابع أو تتابع روسيا هذه الأخبار؟ هل نتحدث عن إطالة أمد الحرب الآن من الجانب الأوروبي؟ هل نتحدث عن مزيد من التصعيد؟ وكيف يعني تحافظ روسيا على إمداداتها، على استراتيجيتها في ظل تكتل مستمر يواجهها في الجانب الآخر عسكريا؟ نعم، بدون الشك بالنسبة لموسكو من المهم متابعة النزاعات الجديدة في السياسات الدفاعية للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مراقبة السياسات التابعة لحلف الناتو. ولكن المهمة الرئيسة التي تتمثل بالنسبة لروسيا هو مواجهة الميليشيات المسلحة في أوكرانيا الممولة والمدعومة من قبل الناتو، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي. ولكن عند كل ذلك، فكل ما تمت الإشارة إليه من قبل ضيفيكم الكريمين، بالإضافة إلى تصريحات السيدة فوندرلاين بالنسبة لروسيا، هذا سوف يكون أمرا مهما في اليوم القادم بعد استكمال هذا الصراع العسكري، لأنه من الأكثر احتمالا وترجيحا أنه في مثل هذا الوضع الذي تجد موسكو نفسها فيه، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، فأنا لا أعتقد أن مثل هذه القرارات قد تؤثر في مسيرة هذا الصراع الأعمال القتالية في أوكرانيا. ومن المرجح أيضا أن جميع هذه البرامج وهذه الطموحات الاستراتيجية في الاتحاد الأوروبي، هذه التركيزات الجديدة، سوف تحصل على أهمية في المرحلة طويلة الأمد. والآن بالنسبة لروسيا أولويات مختلفة قليلا، ولكننا نتابع ذلك بطبيعة الحال. سيد نيكولاس ويليامز، أسأل حضرتك من لندن، كنا قد تابعنا في الفترة الماضية أو في الأيام الماضية اجتماعات باريس فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وكنا قد تابعنا تحفظ أوروبي بالتحديد من قبل برلين، لندن كذلك وبعض الحلفاء في أوروبا، فيما يتعلق باقتراح ماكرون أي إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، قوات يعني قوات على الأرض بشكل مباشر. هل هذا هو أيضا استراتيجية وتحفظ من قبل الناتو؟ وما هي الخطوات المقبلة في حرب مستمرة دخلت عامها الثالث إذا كان هناك تحفظ على يعني نوع الأسلحة المقدمة لأوكرانيا، تحفظ على إنزال جنود على الأرض، كيف يمكن مجابهة هذه القوة العسكرية أي روسيا؟ ملاحظات أو تصريحات الرئيس ماكرون لا يمكن وصفها بأنها مقترح حقيقة، هي كانت فكرة ربما ظهرت على السطح، وهو كان يقصد أن لا يوجد أي خيارات مستبعدة، وأن الناتو وجميع دول الاتحاد الأوروبي هي داعم قوي ومستمر لأوكرانيا، هذا هو المغزى منها. ولكن كما ذكرتي، لا يريدون إرسال جنودهم للقتال على الأراضي الأوكرانية، وفي الوقت ذاته يريدون دعم أوكرانيا بأكبر قدر ممكن في مساعدتهم على القتال، وهذه معضلة حقيقة. عندما يكون الروس في حالة تقدم مستمر وثابت وبلا هوادة، والرئيس ماكرون كان محقا حقيقة في ذكر هذه الفكرة، ولكن المشكلة هي أنها كشفت اختلاف عميق وكبير جدا في الرأي بين الحلفاء الغربيين والأوروبيين وحتى القادة الأمريكيين. وسؤالك حال حقيقة في محله، كيف يمكن للغرب أن يقاتل ضد روسيا وفي الوقت ذاته لا يريدون هيمنتها، وقدرتهم في الوقت ذاته على دعم أوكرانيا تتضاءل يوما تلو الآخر؟ ماكرون طرح مسألة مهمة كشفت عن هذا الانقسام والاختلاف في وجهات النظر بين داعمي أوكرانيا.
دكتور باسكال، هل كان بالفعل ما اقترحه ماكرون هو يعني بالون اختبار ربما لوحدة الاتحاد الأوروبي والدول التي يعني تريد دعم أوكرانيا، أم نتحدث عن فعلا مقترح يعني فرنسي حقيقي قد يتبلور في المرحلة المقبلة؟ لأنه كما نعلم هذه الحرب أنهت عامها الثاني، لم تستطع صحيح روسيا حسم المعركة في الميدان، ولكنها يعني تتطور على الأرض أكثر وأكثر وتحقق مكاسب بالمقارنة بأوكرانيا. كيف نقيم العرض أو المقترح الفرنسي؟ المقترح الفرنسي يرتبط بشكل مباشر بأثر الإنفاق العسكري على الاقتصاد، هذا أحد الأهداف الرئيسية. فعندما يتم تعزيز الصناعات العسكرية وإيجاد التقنية والوظائف والابتكار، هذا قد يؤدي إلى إنشاء شركات متخصصة، وبالتأكيد يكون هناك الأثر التضاعفي. فمن المهم القول أن الإنفاق العسكري سيكون له تأثير تضاعفي على الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الأخرى مثل البحث والتطوير. نعم، اسمح لي أن أسأل حضرتك، إنشاء شركات متخصصة، نتحدث عن شركات متخصصة يعني جماعات مسلحة، هذا ما نتحدث عنه فاغنر، نتحدث عن إنشاء جماعات مسلحة بالتوازي مع الجيوش الرئيسية؟ هذا لدينا مثل هذه المجموعات المسلحة لأنها متخصصة في قطاع وتستخدم التقنيات المستخدمة وبنى تحتية متقدمة، وتؤدي إلى تعود بالنفع على القطاعات الأخرى من ناحية التقدم التكنولوجي. وأخيرا هذه المجموعات يمكن أيضا أن تساهم في الاستقرار الإقليمي، لأن الدفاع القوي يساهم في تعزيز الأمن الذي قد يؤدي إلى تهيئة بيئة عمل قوية تشجع مثلا على استيراد وتصدير المعدات العسكرية وغيرها. طب ما تتحدث عنه مثير الاهتمام دكتور باسكال، هل نتحدث عن طرح حقيقي؟ لأنه لطالما الغرب كان مستاء من فاغنر أو من أي جماعات مسلحة مدفوعة الأجر، هل نتحدث عن طرح أوروبي لجماعات مسلحة قد يطلق عليها اسم ما في مرحلة مقبلة، وبالتالي الإعلان عن جيوش موازية للاتحاد الأوروبي أو للناتو؟ سؤالي للدكتور باسكال. I don't hear the question, please. عفوا، هل يمكن أن تكرري السؤال؟ نعم، سؤالي كان للدكتور باسكال موجه لحضرتك فيما يتعلق، هل نتحدث عن معلومات أكيدة فيما يتم بما طرحته حضرتك من كلام مثير للاهتمام بأنه الجانب الأوروبي قد يبحث عن شركات مختصة يدفع لها يعني شركات مسلحة أمنية مدفوعة الأجر وتعتبر جيوش موازية وجيوش ظل ربما للاتحاد الأوروبي وللناتو تدافع عن أوكرانيا على الأرض في كييف أو في كل أوكرانيا؟ لا، نحن نتحدث عن جيوش ظل أو جيوش موازية، إنما هو الرابط بين الصناعة العسكرية وأثره على بقية الجوانب الاقتصادية، هذه هي النقطة التي أود أن أتحدث عنها. وعندما نعزز الإنفاق العسكري يكون هناك أثر يعود على بقية القطاعات، هذا ما قصدته. طب أذهب لضيفي سيد كارل لأسألك، اليوم أورسولا فوندرلاين هنأت السويد على انضمامها القريب من حلف الناتو وقالت أن هذه خطوة تاريخية بالنسبة للسويد، سؤالي روسيا كيف تنظر إلى هذا الخبر الذي يعني تابعناه منذ فترة طويلة فيما يتعلق بمفاوضات انضمام السويد؟ نذكر أنه عندما بدأت الحرب منذ عامين كان أحد أهم الأسباب اندلاع هذه الحرب مخاوف روسيا من توسع الناتو، هل الآن نعود إلى المربع الأول في هذا التصعيد مع الجانب الأوروبي والجانب الغربي والناتو؟ لا أعلم إذا كان ضيفي يسمعني.
طيب يبدو بأنه ضيفنا من موسكو غير قادر على سماعي، سأعود لحضرتك بالتأكيد. أذهب بنفس السؤال لضيفي من لندن سيد نيكولاس. توسيع الناتو في هذه المرحلة فيما يتعلق بالسويد، ألا يعني يصب الزيت على النار كما نقول مرة أخرى في العلاقة مع روسيا بعد عامين من هذه الحرب، وروسيا كانت مستاءة وهناك مخاوف من أن يقترب حلف الناتو رويدا رويدا إلى حدودها، والآن يتوسع الناتو؟ هذا لا يصب الزيت على النار، ولكن يشير إلى أن الناتو وروسيا ستكون بينهما مواجهة حادة، ليست سياسية وتنافسية فقط، ولكن لعدة سنوات أو عقود ستستمر هذه المواجهة، ونهاية بعد نهاية الحرب في أوكرانيا هذا لن يعني نهاية المواجهة والمنافسة. وأعتقد أننا سننتقل إلى حرب باردة جديدة، ولكن حرب باردة لا تتسم بنفس الخصائص للحرب الباردة السابقة التي كانت محاولة للتفاوض وغيرها، وإنما ستكون حرب باردة قاسية. سيد نيكولاس تتحدث عن مواجهة حادة بين الناتو وروسيا وحرب باردة، كنا قد تابعنا تصريحات لابسكوف يقول فيها فيما يتعلق بنفس السياق الذي تتحدث عنه خطر نشوب نزاع مباشر، ولكن الحديث عن كان نزاع مباشر بين حلف الأطلسي وروسيا في حال يعني تم إرسال قوات حقيقية على الأرض في أوكرانيا أو تم توسعة الناتو، وقال بأنه يجب يعني التحضير لتلك المرحلة. هل من الممكن أن نرى لأول مرة بعد عامين أي صدام مباشر بين الناتو وروسيا؟ لا أعتقد ذلك حقيقة. كردة فعل على تصريحات أو تعليقات ماكرون التي أثبتت أنه لا يوجد أي دولة تفكر في إرسال جنودها على الأرض في أوكرانيا، ولكن مع التقدم الروسي غير المتواني في أوكرانيا، فإن الدعم السياسي الذي تحظى به أوكرانيا هو أقوى من أي وقت سبق. المشكلة هي القدرة على دعم أوكرانيا وجعل أوكرانيا تنتصر أو يكون لها اليد العليا، هذا يضعف وينخفض. الغرب تقريبا يمكن القول أنه لم تنفد ذخيرته، ولكن هو مضطر لتسريع العمليات الصناعية العسكرية لتوفير هذه الذخائر خلال العامين القادمين تقريبا. إذن هو موقف في غاية الصعوبة الآن لأوكرانيا، وفي الوقت ذاته فإن احتمالية المواجهة بين الناتو وروسيا لا أعتقد أن بالنسبة إلى الصراع أو الحرب لا أعتقد أن ذلك سيحدث. كليهما يردعان أحدهما الآخر، كليهما لديهما أسلحة نووية ويحاولان استخدام سياسة الردع. سنتحدث عن عملية تسريع العمليات العسكرية وصناعة الذخيرة ومن أين ستأتي هذه الأموال كمقترح أوروبي، ولكن بعد قليل أذهب لضيفي بسؤال أخير من موسكو عاد إلينا سيد كارل. كنت سألتك على انضمام السويد قريبا للناتو، كيف تنظر له روسيا؟ وكما ذكرت وأعيد فقط لحضرتك لأنك لم تكن معنا، كانت هناك مخاوف روسية من توسع الناتو، الآن يتوسع الناتو، هل سنرى يعني رد فعل مختلف في الميدان داخل أوكرانيا؟ لا، لا أعتقد أنه يتوفر لدى روسيا أي مخاوف من انضمام السويد للناتو، خاصة وأننا يجب أن لا ننسى أن السويد منذ فترة طويلة كانت ولا تزال مرتبطة من حيث البنية التحتية مع هذا الحلف، هذه المنظمة الدفاعية، فهي كانت تشارك في المناورات المشتركة بالإضافة إلى الاتفاقات ل 2013. وفقا لهذه الاتفاقات هناك احتمال تمركز قوات الناتو في الأراضي السويدية، فلذلك بشكل واقع في الواقع الحال السويد كانت تشارك في نشاط الناتو قبيل
الاتفاقية الرسمية للانضمام إلى الحلف. ذلك أن هذه البلاد بالنسبة لروسيا مهما كانت عضو أو غير عضو في الناتو تمثل نفس الخطر، فنحن نتحدث عن نفس الأمر مع فنلندا. بطبيعة الحال الانضمام الرسمي لهذين البلدين إلى حلف شمال الأطلنطي كان أمرا متوقعا بالنسبة لموسكو، عجلاً أم آجلاً كان يجب أن يحدث ذلك، ولكن على أي حال روسيا تعبر عن بعض القلق من مخاطر تمركز المزيد من القواعد العسكرية في هذين البلدين لدول الناتو، وبطبيعة الحال هذا خطر على الأمن الوطني الروسي. ولكن كل الإجراءات اللازمة سوف يتم اتخاذها. أنا لا أعتقد أن هذه استراتيجية متوسطة الأمن، لأن كل تركيز الناتو اليوم ينصب على دعم أوكرانيا وليس على تمركز المزيد من القوات في إسكندنافيا. ضيوفي الكرام ابقوا معي نستأنف النقاش، ولكن بعد الفاصل الأول في هذه الحلقة من الرابط ابقوا معنا. $282 مليار هو حجم الأصول الروسية المجمدة منذ بدء غزو أوكرانيا في فبراير 2022، والتي تقترح واشنطن مع حلفائها استخدام هذه الأصول لدعم أوكرانيا. فما أبرز إذن ما تأثر إذن أو ما يتم الحديث عنه وأثير حول هذا الأمر، نتابع في هذا التقرير ثم أعود لاستئناف النقاش. Sovereignty is about taking responsibility ourselves for what is vital and even existential. Announced additional coordinated sanctions to degrade Russia's war machine, and we will continue to take action to restrict Russia's access to materials. لاستئناف النقاش أسأل سيد كارل من موسكو فيما يتعلق بالطرح الأوروبي، طرح فوندرلاين اليوم تحدثت عن أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يبدأ حقيقة دراسة استخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لتمويل شراء إمدادات ومعدات عسكرية لأوكرانيا. ما الذي من الممكن أن تقوم به روسيا بهذا الصدد، وهو ليست المرة الأولى التي يتم الحديث عنها، ولكن الحديث الآن عن إجراءات حقيقية وخطوات بهذا الصدد؟ بطبيعة الحال روسيا لا يمكن ألا تتجنب ذلك، فلدى روسيا لا تمتلك أي آليات تأثير على هذا القرار. ولكن ما تستطيع روسيا أن تقوم به رادا على ذلك فهو أن موسكو قد أدركت أن التعامل مع الدول أو النظام حيث تتم سرقة الأموال والأصول المالية التي تعود للسيادة الروسية، بالإضافة إلى انتهاك القواعد لمنظمة التجارة العالمية، بالإضافة إلى قواعد المنظمات التجارية الدولية الأخرى، فمرة جديدة روسيا قد تجذرت في الاقتناع بأن التعاون مع مثل هذه الهياكل في المستقبل أمر مستبعد. ذلك سوف يثبت على صواب مسيرة إعادة توجيه إلى الأسواق والدول الأسيوية، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، بغية تشكيل محور جديد للتعاون. فإن مثل هذا القرار الأوروبي بالإضافة إلى الأفكار أيضا سوف تنشئ سابقة خطيرة، حيث قد تكون الدول الأخرى التي قد لا ترضي السياسات الغربية أو قد تمارس سياسات وهي سوف تنتهك برأي الاتحاد الأوروبي ما يسمى بالقواعد الدولية، فسوف يتم تطبيق نفس السرقة عليها. نحن يجب أن نعتمد على هذه الاستنتاجات، وبغية ذلك علينا أن نتخذ خطوات رامية إلى تشكيل أسس جديدة للنظام المالي الجديد في إطار كل من مجموعة بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، بالإضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى بعيدا عما يتوفر لدينا حاليا.
طيب إذا تبحث روسيا عن يعني طرق مختلفة مالية في التعامل مع هذه الأزمة، ولكن ماذا عن الجانب القانوني؟ أسأل سيد نيكولاس ويليامز، استخدام أو كيفية استخدام أصول الدولة الروسية التي تم تجميدها بعدما شنت روسيا هذه الحرب على أوكرانيا قبل عامين، لطالما كان موضوع ومحل نقاش ما يتعلق بالأسئلة القانونية حيال ذلك. بوجهة نظرك كيف سيتم التعامل؟ هل سيتم وضع القانون جانبا لأن روسيا قامت بشن هذه الحرب، أم أن هذه معضلة لن يتم يعني إيجاد ربما إجماع من بين الدول الأوروبية أو حتى الناتو من أجل الذهاب بهذه الخطوات؟ كما ذكرت هي معضلة في حقيقة الأمر. أورسولا فون دير لاين كانت حذرة هذا الصباح في الإشارة إلى استخدام الأرباح من الأصول الروسية، وأفترض أنها أرادت التمييز بين ملكية الأصول التي لا تقترح طبعا مصادرتها والأرباح التي ربما هي أرباح من الودائع أثناء إدارتها في المؤسسات الأوروبية. إذن فون دير لاين بذلك بتوضيح هذا التمييز هي تريد ألا يكون هناك أي خلط. لا أعتقد أن يلن مهتمة بهذا الفارق، وريتشي سوناك أيضا أعتقد أنه يصدر تصريحا سياسيا، ولكن مدينة لندن لن تريد مصادرة الأصول الروسية، لأنه كما ذكر ضيفكم من روسيا هذا سيهدد من الثقة بلندن نفسها والعديد من الدول حول العالم ومدى عدائيتها ربما تجاه أوروبا. وعلى الرغم من ذلك هناك ثقة كبيرة في لندن وفي المؤسسات الأوروبية ولا يريدون التهديد بذلك. إذن هي معضلة نعم، وبغض النظر عن الجانب القانوني هنا المتمثل في أرباح الأصول، لا أعتقد أننا سنشهد أي مصادرة لأصول روسية. ولكن نذكر فقط يعني من باب التذكير بأنه عندما بدأت الحرب وبدأ يعني فرض العقوبات، كانت بريطانيا لندن من أكثر الدول التي فرضت الكثير من العقوبات على الأثرياء في لندن وفي بريطانيا، وطالبت بمصادرة أملاك كل هؤلاء. وبالتالي يعني يجب أن ننتظر لنرى فعلا ما هي الخطوات البريطانية بهذا الصدد، لأنه كان هناك تحذيرات وتهديدات. أذهب أسأل دكتور باسكال في هذه المرحلة، جدير بالذكر ما قاله ضيف من لندن وهذا ما نتحدث عنه فيما يتعلق بقانونية مصادرة الأصول أو أرباح الأصول، ما الذي يختلف؟ يعني إذا فون دير لاين قالت بأنه ستتم مصادرة أرباح الأصول، هل هذا يجنبها أي يعني أي شيء قانوني ضد الاتحاد الأوروبي؟ ما الفرق هنا؟ هناك طبعا استجابة سياسية وتشريعية لهذا الأمر. أولا من وجهة نظر تشريعية الوضع أو المسألة في غاية التعقيد عندما نتحدث عن الأصول، ولكن كما قلنا إذا كانت الأصول قد جمدت بسبب العقوبات من الضروري الامتثال إلى القوانين الدولية المعمول بها بالتأكيد، وبالتالي هناك إجراءات واضحة ومحددة يتم وضعها لمنع رفع التجميد أو ربما لوضع استثناءات لفك التجميد على هذه الأصول، ولكن هي عملية معقدة. هناك جانب سياسي طبعا لأن فرضت الكثير من العقوبات ضد روسيا، وفي نهاية المطاف نرى المشكلات في الناتج الإجمالي المحلي عندما تضررت أوروبا أكثر من روسيا نفسها، وبالتالي فالعقوبات من وجهة نظر اقتصادية ليست مؤثرة إلى حد كبير، ولهذا ربما علينا أن نفكر في وسيلة أخرى للتعاون، وهذا سيكون أمر منطقي.
طب ابقى معك سيد باسكال فقط من مبدا، يعني اتحدث مع حضرتك وانت من باريس، دول الاتحاد الاوروبي نتحدث عن 27 دوله تتحفظ، لا يوجد يعني صوره واضحه وموحده لراي هذه الدول فيما يتعلق بمصادره الاصول، هذا من جانب. من جانب اخر نعلم بانه هناك ضغوط اقتصاديه على هذه الدول، على الاقل بين الدول الغنيه والدول الفقيره، اتساع الفجوه بين هذه الدول داخل الاتحاد الاوروبي. هذا المشهد كيف سيكون له تاثير على الدعم العسكري لأوكرانيا في مرحلة مقبلة إذا لم يتم إيجاد تشريع واضح لمصادرة الأصول الروسية أو أرباحها؟ بدون شك نعم، الاتحاد الأوروبي ليس إدارة سياسية أو اتحاد سياسي، فهناك الكثير من أوجه التفاوت بين الدول ووجهات النظر الاقتصادية والعسكرية وطريقة ربما فرض العقوبات على دولة تتسبب في مشكلات، وبالتالي من الصعب للغاية تكوين أو تشكيل وجهة نظر واحدة ومتجانسة يترتب عليها فرض سياسات معينة. هذا أحد المشكلات والعوائق الرئيسية التي تواجه الاتحاد الأوروبي. ضيوفي الكرام ابقوا معي، أتوقف عند هذا الفاصل الأخير في هذه الحلقة من الرابط، نعود بعد ذلك لاستئناف ما تبقى لدينا من محاور هامة، ابقوا معنا لو سمحتم. قال وزير دفاع كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أرسلت نحو 6700 حاوية تحمل الملايين من الذخائر إلى روسيا منذ يوليو الماضي. كذلك أظهرت تقديرات من قبل سول أن الحاويات ربما نقلت أكثر من 3 ملايين قذيفة مدفعية و500 ألف طلقة نارية. كما أوضح الوزير الكوري الجنوبي أن المئات من مصانع الذخيرة في كوريا الشمالية تعمل بنحو 30% من طاقتها بسبب نقص المواد التي توجهت إلى مصانع معينة للتصنيع فقط من أجل روسيا. أعود لاستكمال النقاش، أسأل السيد نيكولاس ويليامز فيما يتعلق بهذه الذخيرة من قبل كوريا الشمالية إلى روسيا، استمرارها استمرار العمليات السرية فيما يتعلق بنقل الأسلحة والذخيرة، هذا من جانب كما ذكرنا كوريا الشمالية إلى روسيا. على الجانب الآخر كنا قد تابعنا تصريحات هامة من مسؤولين من أوكرانيا في هذا الأسبوع تقول بأن الاتحاد الأوروبي أرسل فقط 30% حتى الآن من إجمالي قذائف المدفعية التي عهد بمنحها لأوكرانيا بحلول مارس، وبالتالي التفاوت بين الدعم لأوكرانيا وما يتم الإعلان عنه من دعم كوريا الشمالية لروسيا كيف ينعكس على الميدان فيما يتعلق بالعتاد العسكري في هذه المرحلة؟ كما ذكرت نعم، كوريا الشمالية مدت روسيا الذخيرة بحجم كبير جدا والأسلحة، ولكن المفارقة هي أن كوريا الجنوبية عن طريق الضغوطات الأمريكية قد أمدت أوكرانيا بالأسلحة، وبالتالي كوريا الجنوبية وردت أكثر أو ذخائر أسلحة إلى أوكرانيا أكثر مما ورده الاتحاد الأوروبي. هذا السبب في ذلك طبعا لا يكمن في عدم رغبة أو استعداد الاتحاد الأوروبي بالالتزام بتعهداته، وإنما السبب هو كما ذكرت سابقا فإن القدرة التصنيعية الأوروبية لا تتماشى مع حجم الطلب الذي يحتاجه الصراع الأوكراني الروسي. فوندرلاين ومبادرتها صحيح أنها لن توسع الصناعة الدفاعية العسكرية على المدى القصير، إلا أنها تساعد على تحقيق الدروس المستفادة من هذا الصراع، وفي الوقت ذاته جمهورية التشيك في الوقت ذاته
أرسلت أو سترسل حجم كبير جدا من القذائف، قذائف المدفعية إلى أوكرانيا. إذن الهدف بشكل عام سيكون المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا، وفي الوقت ذاته كوريا الشمالية وإيران وغيرها تدعم روسيا، ولكن عدد كبير جدا من الدول الأخرى تدعم أوكرانيا. طيب أسأل سيد دكتور باسكال فيما يتعلق بأهمية وربما خطورة تبادل الخبرات وتجارة الأسلحة بين جانب بيونغ يانغ وموسكو في هذه المرحلة، بالتحديد فيما يتعلق بأن روسيا يعني تورد لجانب كوريا الشمالية كل ما له علاقة بالتكنولوجيا العسكرية، بالتالي نقل هذه الأسلحة هل يفتح جبهة ومخاطر أخرى بعيدا عن أوكرانيا لأنه يعطي النفوذ أكثر لكوريا الشمالية؟ حقيقة نحن اليوم نعيش في عالم به الكثير من التوترات بسبب هيمنة التقنيات على العالم، وفي كواليس هذه الحرب نلاحظ أن هناك حاجة ماسة للهيمنة على العالم التقني والمنافسة بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. والموقف الجيوسياسي، هذا الموقف يتسبب في العديد من التوترات بسبب سباق التسلح التقني والذكاء الاصطناعي، وهذه التقنيات نفسها اليوم تستخدم للترويج للأفعال الإجرامية في الوقت ذاته. وبالتالي هو عالم غريب جدا الذي نعيش فيه بهيمنة التقنية أولا وتأثيرها على الناتج الإجمالي المحلي، وهذه الحرب التي تساهم في الإرادة السياسية للسيطرة والهيمنة التقنية. ولكن فيما يتعلق بأوكرانيا يجب أن نعرف أنه منذ 10 سنوات كنا نتحدث عن احتمالية دخول أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولاحظنا أن أوكرانيا بها ضعف كبير جدا في الجانب الاقتصادي بسبب ارتفاع التضخم وبسبب عدم امتثالها إلى حد كبير بالمعايير الأوروبية. وبالتالي من المثير للاهتمام أن نعرف أن أوكرانيا لم تكن مهمة جدا اقتصاديا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، واليوم ظهرت فجأة كعنصر مهم. طيب اسمح لي أقاطعك هنا فقط لأنه الوقت يعني اقترب من النهاية، ولكن البعض يرى بأنه كان هناك وعود لأوكرانيا بانضمامها للاتحاد الأوروبي، وهناك وعود بأن يعني يتم يعني دعم أوكرانيا بشكل أكبر، وعندما دخلت هذه الحرب ضد روسيا انسحب الاتحاد الأوروبي والناتو وقالوا بأنها ليست جاهزة، وبالتالي هذا الموضوع يستحمل الأخذ والجذب ويستحق النقاش، ولكن الوقت انتهى. أسأل سؤال أخير لموسكو سيد كارل، بين كوريا الشمالية هل على من تعول موسكو في هذه السنة الثالثة؟ هل نتحدث عن كوريا الشمالية؟ هل نتحدث عن إيران؟ عن الصين؟ عن حلفاء جدد؟ من هم حلفاء روسيا في هذه المرحلة؟ لا، بالنسبة لروسيا هذا ليس هدفا رئيسا، فإن موسكو ترتكز على ضرورة الحصول على السيادة العسكرية الدفاعية، فإن كل القدرات التكنولوجية بالإضافة إلى الوسائل المالية تنصب على ذلك بدلا من استيراد الأسلحة من كوريا الشمالية أو إيران. ولذلك حاليا القدرات الدفاعية الروسية يتم تعزيزها من حيث أو فيما يتعلق بعدد الذخائر، وأيضا تطوير المنصات الجديدة في مجال المدفعية مثل هاوترس كاوليتسيا، بالإضافة إلى افتتاح المزيد من المصانع لإنتاج الذخائر. ولهذا السبب حاليا روسيا تحاول التعويل على قدراتها الداخلية في مجال توريد الأسلحة لهذه العملية. فخير مثال على ذلك هي المسيرات التي كان يقال إنها إيرانية وتم توريدها لروسيا. الآن روسيا قد قامت بتوطين إنتاج هذه المسيرات في إحدى المناطق.
فلذلك هذه هي الأولوية، ولكنني لا أستبعد أن هناك بعض المنطقة لاستيراد بعض الأسلحة من الدول المتحالفة لنا. شكرا جزيلا لك مضطر للمقاطعة فقط لأنه انتهى الوقت، ولكن أشكر ما تفضلت به من موسكو السيد كارل سيميونوف الدبلوماسي السابق والخبير في المجلس الروسي للعلاقات الخارجية. أشكرك من لندن سيد نيكولاس ويليامز المسؤول السابق بالناتو. أشكرك من باريس دكتور باسكال ديليما أستاذ الاقتصاد في جامعة ساينس بباريس. شكرا جزيلا لك. قبل الختام أعود وأذكركم بسؤالي الرابط لهذه الليلة. تساءلنا كيف ينجح كل أو تنجح كل من أوروبا وروسيا في تعزيز إمدادات الذخيرة والأسلحة بعد عامين من هذه الحرب، وكيف تؤثر على مسار الحرب في العام الثالث. كذلك تساءلنا كيف ستضغط تكاليف الإنفاق العسكري على الدول الأوروبية وكيف تستفيد منها، وما إمكانية لجوء الغرب إلى الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة. بعد استفاضة النقاش في ملف الليلة خلص الضيوف إلى التالي بأن ذخيرة الغرب لن تنفذ على المدى الطويل، ولكن أوروبا مضطرة لتسريع وتيرة إنتاج الذخائر لتوفي حاجة الطلب الضخم لدعم كييف، وروسيا تعول على قدراتها الخاصة والتعاون مع حلفائها لتأمين الذخائر. أيضا تعزيز التشارك في التصنيع العسكري في أوروبا له أثر إيجابي في تنشيط هذا القطاع اقتصاديا، وقد يخفف من ضغوط الإنفاق العسكري واستغلال الأصول الروسية. ما زال فكرة معقدة تحتاج لدراسة حريصة من قبل الغرب. وصلنا إلى ختام حلقة الرابط لهذه الليلة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.